مالك؟ في ايه؟ مش حاجة. هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بكم قناتي على اليوتيوب، انا روان داش. فيديو النهارده شفته كتير عند يوتيوبرز عاملينه في اهلهم او في اخواتهم او في اصحابهم، وهي انكم تمثلوا على اخواتكم او اصحابكم او اهلكم ان انتوا ناس مستفزين، ناس متصنعين، ناس دلوعين، ناس بيض من الاخر. فانا قلت صراحه لازم 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 اعمل المقلب ده في اخواتي وفي اهلي واشوف ردة فعلهم هتكون عامله ازاي. بالمناسبه محمد ويوسف اللي هم اخواتي الشباب بيكرهوا حاجة اسمها دلع وتصنع، وخصوصا ان ده عكس شخصيتي تماما، لان انا اكتر واحدة في البيت اللي هو يعني كده انه بهزر بالبوكسات الجو ده. فالنهاردة انتوا هتشوفوني بشخصية اول مرة في حياتكم هتشوفوني بيها، هكون متصنعة، هكون بايخة، هكون مستفزة، هيكون دمي تقيل. من الاخر انا هكون بيض. او ماي جاد. انا مفهماهم طبعا ان احنا هنعمل تحدي مين يعرف التاني اكتر. قبل ما نبدا الفيديو عايزه اقول لكم اعملوا لايك واشتركوا في قناتي علشان عائلتنا تكبر، وكمان دوسوا على الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم اول باول. ودلوقتي عايزه اقول لكم ليتس جو. او ماي جاد، جنبي خلاص خليني راح فين؟ وايش فيك انت عين؟ يا سفندي، هو ايه اللي يا هي دودة؟ ايه مالك؟ ريحت وحشة. ريحت وحشة. جاهزين؟ جاهزين. انا هقول 3 2 1 وهنقول هاي جايز. يلا 3 2 1 هاي جايز. تاني مش حلوة. يلا يلا 3 2 1 هاي جايز. عاملين ايه؟ سو فيديو النهاردة هيكون او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. فيديو النهارده فكرته هتكون سو فاني. انا النهارده جايبه لكم يويو ومحمد. اهلا. حبيبي يويو لابس اللون المفضل عندي اللي هو البينك. سو كيوت. في ايه؟ في ايه؟ بجد في ايه؟ وشي كمان يطيب معاك. سوري. او باي ذا واي طبعا جايز عندي الايست كوفي لانه انا بعشق الكوفي. او ماي جاد، انا الكوفي صراحه تضربيها. اي لاف 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 كوفي، اي كانت ليف وذاوت ات. سو عندي كوفي. يامي. اوكي يلا نبدا. بقرف. ايوه. او ماي جاد، تجينا نبدا الفيديو. يلا نبدا. لحظه. او ماي جاد جايز، نسيت احط لبستك. احسن ممكن تجيب لي المرايه. مين اللي هيقوم؟ مين الاخطر؟ انا هقوم. انا هقوم. يلا عشان انا ويوسف زي صح ولا ايه؟ ده الليب جلوس. ده مش ليب جلوس. سخيف. واو. لماذا نحن هنا؟ شبه ميريندا. جالي سؤال على الانستغرام بيقول مين اكتر واحد فيكم نشيط؟ شوفوا جايز، صراحة صراحة انا الوحيدة اللي بصحى الساعة 6 الصبح بروح الجيم او بنزل مثلا اتمشى في الجو الحلو كده. بعمرت المنبه اللي بيرن من 6 ل 10. نو انا بنزل لوحدي. انا كل يوم الساعه 6 ما بتصحاش تقفله، باجي انا اللي اقفله. وات؟ بخش انا اوضتها اقفله. نو. مين اللي بيصحى بدري بقى؟ انا بصحى 6 الصبح 6 in the morning، ببقى productive جدا. ويوسف ومحمد يمكن بيصحوا على الساعه 5. كيفك الدنيا؟ السؤال اللي بعده بيقول ايه اكتر اكله روان بتحبها؟ في اختيارات ولا انت عارف ان انا كنت عارف ان انت هتقول كده؟ سوشي. غلط جايز، انا اخر فتره بقيت بحب اكل سلطه. لا اند اوف فيديو، اند اوف فيديو. حقرة قوي، بتضحكوا ليه؟ دي لسه واكلة من شوية.
اوكي بس كلت سلطه بنت الكذابه. ناس بتحسوا لازم احط رموش؟ لا كفايه. مش عارفه حاسه رموشي مش حلوين على الكاميرا. وات صح اي دونت فيل ذات شيز اوكي. ليه؟ هو ده فيديو بجد ولا فيديو؟ You're not posting this on YouTube. No, no, هحطه على اليوتيوب. What do you mean? رموش. اوكي يلا مالك؟ مالك. The third question حتكون مش المفروض يبقى بالعربي؟ عادي هم عارفين انه انا طول حياتي في مدرسة انجلش سو اكيد حكون بتكلم انجلش اكتر من العربي. تمام اوكي يا وشي. طيب وشي اللي طار معاك. سوري انا عندي سؤال. ايه عادي انا اختك الكبيره كنت بسال بس. هاتي امي جيب لي ميه بليز. يلا انا ايه انت ايه سايب؟ نو 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 شاري نو مامي. اوكي جايز السؤال اللي بعده ايه اكتر فيلم انا بحبه؟ ايه انت بتشوفي افلام اصلا؟ انت بني ادمه ناجحه جدا في حياتك وما عندكش وقت طبعا طبعا من الحاجات التافهه دي. انا في وقت فراغي اصلا بروح الجيم مثلا بتاكلي سلطه شوبي كوفي باكل سلطه تصحي الساعه 6 الصبح عطشان عطشان هاتي. او ماي جاد او ماي جاد ايو ايو ليه؟ ايو شرب من كوبايتي. طيب عادي عطشان. ليه الانرجي بتاعتك كده بيض؟ احنا البيض في منتصف الجبهه والله. قصدك ايه انا بيض وانت ايه اللي مش عاجبك قال لي كده؟ لا عادي مستنيك. مستنيني ايه؟ مستنيك تعدلي. هو فيديو بجد بجد هو فيديو بجد. ايوه فيديو بجد. هزري. لا مش بهزر. طب why are you like this? ماري why are you acting weird? اوكي في سؤال جالي كتير جدا من المتابعين وبيقول انه روان انت عامله شفايفك جايز شفايفي طبيعيين اكيد طبعا محدش يقدر يقول غير كده ما عملتهمش ولا مره اكيد انتوا طبعا عارفين انه انا كل حاجه طبيعي سو يا ايوه حتى ادائك النهارده طبيعي جدا طبيعي جدا whatever هتفضلي تظبطي في الخصلتين دول امتى يعني؟ يوه لازم اظبط شعري. هي حيوان لو في رمش على تحت عينك. ماي جاد يوسف وقع من الكرسي. ماي جاد شفتوا يوسف وقع من الكرسي. I love your hair so curly. طب متلمسيهوش بعد اذنك. انت ليه بتعمل لي كده حيوان؟ انت كمان I love your hair it's so nice ما تلمسيهوش برضه بعد اذنك ممنوع اللمس. ممكن البس الجامبر بتاعك بعد الفيديو؟ لا it's pink I love pink. الجامبر بتاعي مش هخليك تلبسيه. طب بصي هعمل مش هيليق عليك يا اسطى. ليه بتعملوني كده؟ ايه؟ ليه بنعملك ازاي؟ كده كده بجد كده؟ بنعملك كده؟ ليه ده حقيقي يا يوسف ده احنا بنعملها كده اهو. ايوه اه مالك. I love you رمان. مالك. مالك. في ايه؟ مفيش حاجة. اشرحي لي تعالي هنا. مفيش حاجة. تعالي هنا. مامي. ايه؟ قولي لي. مامي. قولي لي يا اختي. في ايه؟ في ايه؟ انت كويسة؟ كويسة. انت كويسة يا اختي؟ كويسة. حيوان. مفيش راجل بيمد ايده على واحدة ست الا لما هو يكون. انا كده بمد ايدي. حيوان. دينك واحدة من هنا برضه. يا جماعة لو سمحتوا انا مش بقبل الهزار ده. خلاص. كده طلعت ايوه كده طلعت بجد ضحكتك عامله زي الحمار. اوكي جايز بعد كده هسالكم سؤال وهو مين اكتر واحد فينا كان بيعمل رياضه وهو صغير؟ انا غلط طبعا انا كنت بلعب سباحه باسكت بول فولي بول وكل حاجه وبعمل باليه كمان. تعملي ايه؟ باليه. بعمل باليه يا حماده. بتعمل باليه يا محمد. بتعمل باليه. خدت بالك انت؟ ايوه خدت بالي. عم تسوي باليه؟ بتتريق عليا؟ شو فيك؟ انت شو فيك؟ انت اللي شو فيك؟ انت شو فيك؟ لا حدي ايدك. تمام اسألها سؤال ما Good luck with your video. اوكي؟ تسوي معاها
6 and a half hours later. يا جماعة أمو سابوني، أنتوا متخيلين؟ أنت رخمة أصلاً. أنتِ إزاي طايقة نفسك أصلاً يعني؟ إزاي طايقة نفسك؟ مش فاهمة اللي أنتِ فيه. مالي؟ مالك إيه؟ أنا دايماً دلوعة. لا أنتِ مش دلوعة. وكلامتي مش دلوعة، أنتِ قلة أدب. بالظبط. يا جماعة أنتوا مش واخدين بالكم من حاجة؟ إيه بقى؟ إيه بقى؟ إن أنا بعمل فيكم مقلب وبستفزكم. بهايم، بحاول اطلع منكم رياكشن لمدة ساعة كاملة، بحاول استفزكم وانتوا بردين. تاني يوسف معايا، امسك كده من هنا، امسك كده من هنا. او ماي جاد نو. انا صراحة كنت فاكراكم اذكى من كده، وهتعرفوا ان هو مقلب من الاول. يمكن انتوا حسيتوا ان هو مقلب، بس يعني ما احرجتونيش. انت حسيت انه من امتى انا بتعامل كده؟ انا اتفش واحدة في الكون. جايز كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اعملوا لايك لو حبيتوا، واعملوا سبسكرايب لقناتي كمان علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هعملها لكم. حسنا لسه بس اطلع برا. وبس جايز، thank you so much for watching. بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز. Mwah.